بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عيد مبارك سعيد. الناس سيذبحوا الأضحية النسوك الإسلامي، ولكن خصنا نشوفوا الروح ديال هذه الأضحية هذه، حيت نجي ونشوفوا يمكننا بنسميوها بالعصر الحديث دابا، اللي هي اليوم العالمي للأسرة بامتياز، بمعنى أن نجح سيدنا إبراهيم عليه السلام مع سيدنا إسماعيل عليه السلام مع مولاتنا هاجر في الانتصار على الشيطان لعنه الله، في الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. لهذا سيدنا ربي سبحانه وتعالى قال وهو تيتكلم على إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام: فلما أسلما، أي استسلما، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فلهذا حين نكونوا تنذبحوا الأضحية خصنا نتذكروا واش نجحنا في النظام ديال الأسرة ديالنا ولا لا. الأب يحاسب راسو والأم تحاسب راسها والأبناء يحاسبوا راسهم. واش الأب استجب لأمر الله بالنسبة للولاد ديالو طبقه الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ واش الأبناء استجبوا الآباء ديالهم في أمر الله عز وجل وقالوا كما قال سيدنا إسماعيل عليه السلام: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين؟ واش المرأة استجبات للراجل ديالها على أساس باش غادي يربي الوليدات ديالو مع الطاعة ديال الله عز وجل كما دارت مولاتنا هاجر؟ هذا هو اليوم العالمي للأسرة اللي هو العيد. فلهذا الأسر في العالم تخربات، والاسلام حنا بقاو نحييو هذه السنه هذه باش نعاودوا التشكيله ديال الاسر ديالنا تكون نبويه ابراهيميه حنيفيه. والسلام عليكم ورحمه الله.